نحن شركة 730 للمقاولات والإنشاء، نقوم بتأهيل وصيانة طريق موصل دهوك بطول 28 كيلومتر وبإشراف مديرية الطرق والجسور وبإشراف مباشر من قبل محافظة نينوى. تمام، ايش يتضمن العمل هذا؟ يتضمن اكساء الطريق والاكتاف وإضافة التخطيط. مدة العمل 240 يوم. 240 يوم. نسبة الإنجاز؟ نسبة الإنجاز لحد 90%. 90%. يعني تقريبا راح ينتهي. راح ينتهي يعني ما نتجاوز إن شاء الله الأربعة أشهر. إيش قد صاركم من استلمتوا؟ استلمنا المشروع 20/8. تخصيصات محافظة نينوى مبالغ الهجرة والمهجرين وبتوجيه مباشر من السيد المحافظ وبتنفيذ شركة 730 بإشراف مديرية طرق وجسور نينوى، تقوم الشركة بأعمال صيانة والتأهيل وإعادة تأثيث طريق موصل دهوك. نعم. أستاذ طبعا العمل متقدم جدا، نسبة الإنجاز الفعلية وصلنا ما يشارب بحوالي 90% هذا الفعلي، أما نسبة الإنجاز المخطط هي 57%. تمام، إيش قد هي مدة العمل؟ هي 240 يوم إن شاء الله. إن شاء الله إحنا ننجز العمل ضمن مدة قياسية بالتعاون مع مديرية طرق وجسور نينوى والمتمثلة بلجنة الإشراف والشركة المنفذة إن شاء الله. تمام أستاذ، هل لديكم كل عمل أستاذي العلي، كل عمل يعني لابد أن توجد بمعوقات، لكن التعاون المشترك بين الشركة وبين المديرية استطعنا الحمد لله التغلب على جميع هذه المعوقات، وطبعا الجميع كان متعاون من قوات أمنية ومن مواطنين، إلا أنه احنا نعاني من مشكلة التجاوزات خصوصا في منطقة القوصيات اللي هي في ممر الإياب ومدخل ممر الذهاب، كثرة المحلات الموجودة على وكثرة التجاوز على شبكات الإسالة والمجاري، صراحة هذه عاقتنا بالعمل وسببت لنا مشاكل أثناء التنفيذ. نتمنى من الجهات المعنية واللي أقصد بها مديرية مجاري نينوى ودائرة ومديرية بلدية الموصل، وإن شاء الله هم ما يقصرون بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة. لابد إيجاد للحفاظ على سلامة الطريق، وإن سلامة الطريق هي سلامة المواطن. نأمل أنه من الجهات اللي ذكرتها التعاون يعني معانا بهذا المجال إن شاء الله. فقرات العمل كثيرة، فقرات العمل تتضمن صيانة وتأهيل وقلع المناطق المتضررة، بالإضافة إلى أعمال التخطيط، بالإضافة إلى إعادة إنشاء مقطع من الطريق واللي هو بممر الذهاب مقابل محطة تعبئة الموصل، اللي هي دائما يعني في أثناء موسم الشتاء وموسم الفيضانات هاي المنطقة مثل ما صورتوا حضراتكم طوف ويعانون المواطن، يعني المواطنين يعانون من في هذه أثناء مرور المركبات عليها مثل ما شفتوا انتوا صورتوا حضراتكم. الحمد لله احنا ان شاء الله حلينا هاي المشكلة، وسوف يعني يجد المواطن يعني عدم وجود مشاكل أثناء مرور يعني بهذا المقطع بالذات. حسب توقعاتك متى سينتهي الإنجاز؟ مدة قياسية إن شاء الله. احنا مدتنا 8 أشهر، احنا لحد الآن 4 أشهر، نص المدة القياسية وصلنا إلى نسب إنجاز عالية، وأنتم شوفوا مستوى التنفيذ. يعني أتمنى إن شاء الله. أنا ما أقدر أحدد لك لأن تتعلق يعني الأمر يتعلق بظروف جوية، يعني هسه احنا الأمطار شو اسمه عاقدنا شوية بالعمل، لكن احنا جادين. حدث عندكم توقف أثناء الأمطار؟ طبعا أكيد توقف وتقريبا ما يقارب 10 أيام. تعرف أنت طبعا، لكن هاي خارج عن إرادتنا، لكن الجهود بعد تحسن الظروف الجوية جهود متواصلة، يعني لأوقات متأخرة من الليل ومنذ الصباح الباكر، وإن شاء الله ننجز المشروع ضمن المدة المقررة وضمن المواصفات العامة للطرق والجسور المواصفات القياسية.